أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة في مؤتمر صحفي عن تقرير فريق متابعة الأداء الحكومي أثناء أزمة كورونا والصادر عن جمعية الشفافية الكويتية والهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة. التقرير خرج بتقييم جيد للأداء الحكومي، حيث كانت هناك إجراءات تم اتخاذها لا تخلو من الشجاعة، وكان لها الأثر الكبير في تخفيف تلك الأزمة. بمقر الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة، أعلن المؤتمر الصحفي عن تقرير فريق متابعة الأداء الحكومي أثناء أزمة كورونا والصادر عن جمعية الشفافية الكويتية، حيث طغت الإيجابيات على السلبيات في التعامل مع الأزمة. وخرج التقرير بتوصية بإنشاء جهة متكاملة لإدارة الأزمات في أي وقت وأي زمان. فريق عمل في ظروف صعبة، وظروف صعبة على البلد وظروف صعبة على الفريق أيضا، ولكن أتى هذا التقرير ليعكس شفافية الأداء الحكومي أثناء الأزمة، وبالتالي الخلاصة والنتائج اللي طلعت منها نتمنى أنها تكون محط اهتمام، لأنها راح تكون إن شاء الله دروس عملية. دائما الأزمات هي يعني أكثر وقت تستفيد منها لتقييم الوضع والخروج أيضا بدروس عملية لتطوير الأداء الحكومي بشكل عام، والأهم من هذا كله إدارة المخاطر، وهذا ما خلص إليه التقرير، وإن شاء الله نتمنى أن يكون محط اهتمام المسؤولين. الكويت كانت سباقة باتخاذ قرارات مثل ما ذكرت في التقرير، قرارات شجاعة، منها إغلاق المطار، منها تعطيل الدراسة والعمل الحكومي يعني لكي ترى الصورة وتقيم وتتخذ قراراتها فيما بعد. فيما بعد اتخذت قرار الحظر الجزئي وبعدها الكلي، فهذه قرارات حكومية شجاعة أدت إلى أشياء إيجابية لإدارة الأزمة. احنا نبي خطة تعتمد من قبل الحكومة تكون متطورة وتحاكي الخطط العالمية، على أساس ان احنا في المستقبل ان شاء الله اي أزمة تحدث في الكويت احنا نكون جاهزين لها، بس مجرد يكون في تغيير بسيط حتى تتماشى مع الأزمة اللي تحدث. المؤتمر كشف عن أهمية تعزيز مفهوم النزاهة والشفافية في كافة الإجراءات الحكومية سواء الإدارية أو الصحية، والحرص على مدى تطابقها للاشتراطات والتوصيات والممارسات العالمية، كما رمى إلى تعزيز الدور الرقابي المجتمعي وتمكين منظمات المجتمع المدني وتذليل العقبات إن وجدت. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.